ياه مقطع عن موضوع الجمع وما ادراكه ما الجمع، بس بروح هناك عند مكان الالتناب ذولي واخذ محلهم واطرد رئيسهم واحط الكاميرا الاماميه. الجمع اقصد فيه كاتب في الكتاب وشرحته في مقاطع اليوتيوب في التزليق والمواكبه والقفل وغيره، هو ببساطه انك الفراغ اللي بينك وبين الحصان لما تكون راكبه وحتى لما تكون تقاوده كيف تعمل معه. فاحنا موضوع الثلاث من الحصان قبل وبعد واثناء فعل اي حركه يفعل الثلاث، اما يسحب اما يعطي اما يفضي، واقصد بالتفضي الاعطاء، او عفوا يسحب يتكي يفضي، واقصد بالتفضي الاعطاء. اللي يبغى عاد يعرف معناته الاعطاء او التفضي يرجع المقاطع الطريقه في اليوتيوب، احمد الهقيل التزليق، احمد الهقيل المواكبه. ما اقدر اشرح الطريقه مره ثانيه هنا لان ابغى اشرح فقط على موضوع الجمع. دائما اقول الناس في الدورات او لما يسالني بشكل عام اغلب الناس يقول فهمت السحب والتزليق، يعني التعامل مع السحب فهمته، فهمت الاعطاء او التفضيه او انك تجمع جمع، لكن ما فهمت التتكيه. طبعا التتكيه شرحناها بعده مقاطع، شو ما نطلع ذا شرحناها بعده مقاطع في اليوتيوب ايضا احمد الهقيل التتكيه. لكن كثير من الناس يعتقد ان التتكيه اصعب من الاعطاء والسحب، سواء اصعب كفهم او حتى اصعب كتعامل مع الحصان. دائما ردي واحد بشكل عام، في استثناء لكن بشكل عام غير صحيح ان التتكيه هي الاصعب. التزليق اللي قبل السحب طبعا يبغى فقط فهم، مجرد انك تفهم الشخص المعلومه الى حد كبير بيبدا يطبقها بالشكل الصحيح. هذا ما في حيل انحاش، شكله خايف من ربع، شفت متوزي تفر راسه. السحب يبغى فهم، اذا فهم الشخص الفكره مع الوقت يبدا يستوعبها الى حد كبير. التتكي او الاتكاء يبغى الى حد ما ممارسه، الشخص اذا مارس بطل الطريقه خالصه. فالموهبه او الاستعداد يعني للداخل اللي في الشخص من الله، ما تعطيه اياه من نفسك، لكن تحاول قدر المستطاع انك توضح الفكره. والفكره اللي بوصلها موضوع الجمع، كيف تعرف انك الشخص مركب في الطريقه في التزليق او مواكبه او طريقه اخرى زي القفل وغيره، كيف تعرف انك اتقنت التعامل مع الجمع او جمعك صحيح. طبعا فكره الجمع زي ما قلنا تجمع قد ما اعطاك الحصان في التزليق او مواكبه، ما تجمع زياده او اقل، وتجمع من جهتين لكن من جهه من جهه، لان الحصان بيعطيك زي ما قلنا من جهه اكثر من جهه، بتجمع نفس الطول ونفس السرعه زي ما ذكرنا سابقا. اللي ابغى اشرحه هو ان كيف تعرف كشخص يركب في الطريقه او طرق اخرى صحيحه انك مشيت زين في الجمع. ببساطه اذا كان جمعك دقيق بحيث ان الحصان ما يستطيع فعل طبع معين او حركه معينه عليك بسبب دقه جمعك، انت ماشي في الطريق الصحيح. مره اخرى، بسبب دقه جمعك تستطيع منع الحصان من استغلال حركه معينه عليك. يعني ما يقدر فرضا يستغل عليك القمصه، ما يقدر يستغل عليك الروغه، ما يقدر يستغل عليك فرضا انطلاقه وهكذا، انك جمعت قد بالضبط. هذا المقصد من موضوع الجمع. اشبهها بموضوع الشاحن الكهرب او سلك انت شابكه في الجدار. قد يكون احيانا السلك مشبوك صح، دخل كامل في الفيش، لكن الزرار اللي في الجدار الاحمر انت مطفيه فما يشحن. ممكن يجيك شخص ثاني يشبك الفيش بالجدار وما يضبطه صح او ما يشبكه صح، لكن الى حد ما في كهرب ويفتح القفل ويشتغل. هذا اقرب مثل لموضوع الجمع. تلاحظ انه يركب خطا، ممكن يكون جامع زياده ولانه ممسوس بينه وبين الحصان، ومع ذلك ما في تحكم، ما في احساس حقيقي بينه وبين الحصان. بينما اللي يركب ركوب صحيح ممكن يكون بينه وبين الحصان شكليا فراغ، الا انه يحس بفم الحصان فتقام متحكم في الحصان، فيبدو العنان مرتخي شوي حبتين، او الحصان راجع وانت ما جمعت قد بالضبط شكليا، لكن فعليا انت جامع وتدين ان الحصان ماشي معك بالشكل اللي تبغاه. وحين العكس، تلاحظ ان الحصان ببساطه الراكب جامع زياده، او يعني ماس العنان مس، خلينا نقول بس خليني اقلب الكاميرا. الله، يكون العنان ممسوس شكليا من الراكب، والحصان مستغل العنان عليك كانك ما جمعت صح. ويجيك شخص اخر الى حد ما العنان مرتخي شكليا، تحس العنان معه شوي في ارتخاء، شرحناه باليوتيوب،
وتحس ان الحصان ما اشتغل الفراغ معنا نفس الحصان. اوقات سخيفة يمكن تطفى بعد شوي. ليش الحصان اللي عنان شكل شبه مرتخي ما اشتغل الفراغ عليك مع ان شكليا في فراغ، والحصان اللي الفراغ مو موجود ابدا شكليا ما اشتغل، عفوا اشتغل عليك. اذا ناحية الجمع ناحية حسية مو بناحية شكلية فقط. اللي يصير ببساطة عادة اذا كان الشخص جمعه مو مضبوط، يعني يجمع زيادة او يجمع اقل زي ما قلنا، دقة عدم دقة الجمع زيها زي عدم دقة التزليق او التدكية، انك سويت الشيء زيادة عن اللزوم اقل او زيادة، يعني جمعت زيادة عن اللي اعطاك اياه الحصان او جمعت اقل. فعادة لو جمعت زيادة او اقل الحصان سيشتغل الشيء ده عليك. على سبيل المثال يركبون ركوب خاطئ لو ركبوا خاصة بدون سرج، لو جمع جمع زايد الحصان تلقاه عادة يقمص على قدام، يطمر على قدام، يشنع على قدام، يندفع، يطيح الراكب، يخل توازنه، فيصير الراكب يعتمد على رجوله، تلقاه ضام رجوله زاد عن اللزوم ورافع ايدينه لان الحصان متفلت فيه حايس قاعد يقاومه. طرق الركوب الصحيحة الأخرى القفل غير التزليق، يعني طرق الركوب غير التزليق، الطرق الغربية الصحيحة الأساس أنك تحط بينك وبين الحصان فراغ. فلو كانت عندك عدم دقة في الطريقة وجمعت زيادة والفراغ ما كان كافي أو جمعت أقل وصار الفراغ زاد عن اللزوم، بحدود الفراغ كحصان موزون بيستغل عليك الفراغ، فتلقاه يشنع بس تشنيع موزون يستغل عليك، يروغ روغان موزون يستغل عليك، يكع يحاول يطيحك او يحاول يقمص يطيحك بشكل موزون. شو الفرق بينه وبين الخطا؟ الموزون ان تلاحظ الحصان ما يقاوم بقوه ويستعمل القوه معك، لكن مستغل الفراغ، صح ما سحب، صح رقبته خفيفه، بس ورقبته خفيفه قمص وحاول يطيحني وراغ وحاول ينطلق ويمكن طحت بعد، فاستغل الفراغ عليك. فتلاحظ انه عدم الدقه في الجمع في الركوب الخاطئ او في طرق الركوب الاخرى اللي بيصير ان الحصان بيقاومك مقاومه سيئه جدا زي الركوب الخاطئ، او الحصان بيستغل الفراغ عليك، يصير مثلا في اللفات في الحركه وغيره يصير اسرع منك الحصان في اللفه وفي التحريك وغيره او ابطا منك، يعني سيستغل الفراغ عليك. في التزليق اذا كنت ماشي زين لحد كبير تلاحظ ان تكون مرات تهذب الحصان في ليل براد، خاف من شجرات، سمع صوت في القشعه، سمع صوت في العقم الى اخره، كيس الى اخره، نيه الحصان كانت فرضا روغان او نيه الحصان قمص او نيه الحصان انطلاق. طبعا هو بشيء يعني مهتم ثلاثه، يسحب يتكي يفضي. الكلام هنا عن التفضيه فانا مركز في التفضيه، التفضيه قصدي يعطيني العنان، تفضيه الجير يعني الجير فضى، فالحصان رجع لك بالرقبه او بالنمره الجير ان صح التعبير. لما الحصان يحاول يسوي واحده من الحركات اللي ناوي يسويها زي فرضا الروغان او فرضا الوقوف او انطلاق بالتفضيه، اللي يصير انك كشخص يزل يركب بالطريقه بتجمع وبتجمع من الجهتين لكن من اكثر من جهه، نفس السرعه ونفس الطول. يعني لو الحصان فضى بسرعه بجمع بسرعه، لو فضى شوي شوي بجمع شوي شوي، لو فضى من اليسار اكثر بيكون جمع من اليسار اكثر، لو فضى من اليمين اكثر بيكون جمع من اليمين اكثر. شرحناه في الكتاب بشكل مفصل، شرحناه بالمقاطع. اللي يصير اللي كانت دقتك مضبوطه والحصان موزون، تلاحظ انك مجرد جمعت اللي اعطاك اياه الحصان ما سوى اللي ناوي يسويه ثم استمر يتحرك بدون ما تعطي امر الحركه. على سبيل المثال انا هذب والحصان خاف من شيء يسار شجره، نيته انه يروغ، ما يقدر انك جمعت صح في الطريقه، في الاختلاف سيؤدي الوقوف او يؤدي الى التخفيف. في مجرد اني جمعت العنان لما الحصان حاول يروغ ما قدر وقف، جمعت العنان كمواكبه، ما بعد امرته انه يتحرك مره ثانيه، او ما بعد امرته انه يزيد سرعته مره ثانيه، مجرد جمعك للعنان خلاه يهذب مره ثانيه. يعني هو كان ناوي يروغ، اختلاف ادى الوقوف، وقوفه كان بتفضيه او اعطاء، جمعت اللي اعطاني اياه، ما بعد امرته بالحركه، ما بعد امرته بزياده السرعه، هو من نفسه مجرد انك جمعت ترجع لنفس الرتم او نفس السرعه اللي كان عليها، ما زاد عنها ما قل عنها. هذا يدخل في موضوع اللي شرحته في اليوتيوب، مقطع فن الصبر، او انك دائما تسوي الشيء لا شعوريا بدل ما تسويه شعوريا. لا تامر الحصان بالحركه، خل مواكبتك لرفضه للحركه تخليه يتحرك. مره اخرى، لا تامر الحصان بالحركه، خل مواكبتك لرفضه للحركه تخليه يتحرك. زي الامور الاخرى، لا تعطي امر الرجوع للخلف، خل مواكبتك لرفضه للرجوع للخلف تخليه يرجع. لا تعطي امر كع، خل مواكبتك لرفضه للكع ومحاوله الانطلاق تخليه كع. فلما يصير الشيء اللي انت تبغاه جاي عن طريق لا شعور كرده فعل، غير لما يجي عن طريق فعل. ضربت الحصان كف بدون ما يسوي شيء بيدق خشمك، لكن لو ضربته كف انه ضرب كف، لو بقسته انه بقسك، لو عضته انه عضك، عادي عنده. فالتزليق او المواكبه مبنيه على معامله الحصان بالمثل، سويت فيه اللي سواه فيك. فالجمع اذا كان بالضبط مضبوط في التزليق ستلاحظ ان جمعك على قد ما اعطاك الحصان بالضبط، نفس الطول، نفس السرعه، من جهه من جهه، ونفس التوقيت خلينا نقول، اللي يصير ان الحصان لن يستطيع يستغل الحركه اللي ناوي يستغلها عليك، ولن يستطيع يرجعها بشيء اخر.
يعني يبغى يروغ، ما استطاع يروغ انك جامع صح، وبنفس الوقت بسبب ان جمعك صحيح لن يستطيع حتى يسوي الشيء اللي بيصير نتيجه عدم الروغه، الاختلاف في الوقوف. يعني على سبيل المثال حاول يروغ ما قدر، وقف، لن يستغل الوقوف عليك. الدعوه مجرد اجزاء من الثانيه، يعني لو بالحرفيا تعد 1 2 رجع هذب، هذا ما انا ما بعد حركته، ما بعد اعطيته صوت، ما بعد دكيته، ما بعد استعملت رجولي، ما بعد اعطيته امر الهذب، مجرد مواكبتي له اثناء الاختلاف يؤدي الوقوف، هذا مره ثانيه. في نفس الحاله وضعي من زمان او طرق الركوب الاخرى حاليا حتى كانوا متقنين في الركوب، اولا سينجح الحصان في اللي يبغاه، يعني مو بس انك الاختلاف سيؤدي الوقوف، ما راح يشتغل عليك اصلا، ما راح يوقف، بيروغ، يبغى ينطلق بينطلق، يبغى يقمص بيقمص صح، الموزون غير المركوب خطا، المقفول عليه بيصير يقمص او ينطلق او يروح بحدود الفراغ، بينما المركوب خطا لا، بينطلق بشكل عشوائي او خلينا نقول جنوني، لكن الى حد كبير بينجح باللي يبغاه، ثم يرجع اللي انت تبغاه. فانت كنت هذب راغ ثم رجع مكانه، او كنت هذب ناوي يقمص قمص ثم رجع السرعه اللي يبغاها، او كنت هذب ثم نوي تفلت تفلت ثم رجع للسرعه اللي يبغاها. الفرق بينهم زي ما قلنا، يركب خطا شعبطة وانطلاق سيء جدا قبيح جدا بشع جدا، في الركوب الصحيح انطلاق موزون الى حد ما، او خلينا نقول مقبول الى حد ما. في التزليق او في المواكبة لن ينجح في فعل ما يريد، وسيعطيك بالضبط ما تريد. ما الذي تريده في الحالة هذه؟ اي اختلاف بيني وبين الحصان، يبغى يوقف، يبغى يروغ وقف، يبغى ينطلق وقف، يبغى يقمص وقف، يبغى يشنع وقف. طيب عقب ما وقف هل يستطيع يستغل الوقوف عليك؟ مع انه لو استغل عادي، خليتك توقف بدل ما تروغ، هذا بحد ذاته انجاز طبعا. بس المضحك في الموضوع انه اصلا حتى ما يمديك تحتاج تعطي امر حركة، هم الناس يتحرك انك جمعت قد. طبعا نفس الفكرة ينطبق على التزليق، لو ان الفرض ان الحصان حاول يسوي الحركه دي عن طريق السحب وزلقت له، تزليقك له يخليه يستمر في الهذب، او لو انه سواها عن طريق التتكي او الاتكاء، تتكيتك معه يخليه يستمر في الهذب. لكن الفكره اللي شرحتها في بدايه المقطع هي ان تطبيقها بالتزليق الى حد ما يمشي، خاصه حتى لو ما تقنت، كل اللي يصير انك بتخل توازنه عن طريق الانزلق، فالحصان يضطر يعطيك اللي تبغاه. لذلك التتكيه في ثقل بيدك، فالحصان بيحاول يقاوم الثقل ويعطيك اللي تبغاه. لكن الجمع ان جمعت زياده، اما انه بيرضي العنان يوقف، فيزيد استغلاله للاختلاف يدي الوقوف، سيزيد زي موضوع الحصان ما يشتغل الرجوع عليك ورا، او ان الحصان دقك سيئه، فلما تجمع زياده رقبته ثقيله، فبيسوي اللي يبغاه بسبب عدم بسبب جمعك الزايد او الاقل، نجح في فعل ما يريد فرضا هو الروغان او القمص، او بسبب جمعك الزايد او الاقل بالغ في الوقوف وقام يتلكع ويدق نيوس ويحرن الى اخره. لكن لما جمعت قد بالضبط، اقرب مثل لها طبقه بالسياره تكون في الدهنه في الصمان، تصير ضبان، لما تصير ضبان وضب مفني في العصر، تكون مثلا ماشي بالسياره في ارض مفتوحه 30 او 40 سرعه السياره، فضل جير، خلي السياره تدحدر. اذا بطأت السياره وصلت تقريبا 10 او 20 او 15 بدون ما تضغط البنزين، لو لقمت السياره النمره الثانيه ايش يصير؟ او النمره الاولى بدون ما تضغط بنزين، السياره نسيت سرعتها ولا مره ثانيه، فضيت الجير، خليت السياره تدحدر، ثم رديت نمرة ثاني أو أول أقل من السرعة المطلوبة، السيارة من نفسها بتزيد، مع أنك ماك بس بنزين، طبعا بعد شو بتوقف ممكن تنتع، بس قصدي في البداية تزيد. هنا الجمع، أنك لو جمعت قد بالضبط الحصان يتكتب، معنى الفرق أن السيارة تقدر تحنها وتمشي حالها، وتقدر تكنها وتعطيها النمرة زيادة وتمشي حالها إلى حد كبير، يعني ما تخرب طبعا، بس ما راح تنطلق فيك وتقمص فيك وتروغ فيك. بينما الحصان لو جمعت زيادة كأنك أعطيت السيارة الجير الثالث، وهي ميبجزة للجير الثالث، تكتم شوي، الحصان ممكن يقمص أو ينطلق أو يروغ في الحالة هذه إذا كان مختلف معك. طب لو أعطيت السيارة نمرة أقل بتحن، كل اللي تسويه تحن في السيارة، إذا في الخيل إذا أعطيت نمرة أقل بينطلق أو يقمص أو يسوي اللي يبغاه. فالجمع قد ما أعطاك الحصان بالضبط، لا أكثر ولا أقل، نفس الطول نفس السرعة، من جهة من جهة، هو الخيالة، هو الفن، هو الفروسية الحقيقية، خاصة في الماضي عندما تناقشتها في المعركة وغيره. حاول تدخل الموضوع هذا في مخك، اذا كان الحصان لما يواجه السياره يوخر عنها 2 3 امتار عشان ما يقابلها يروغ معك، او الحصان قدامك كيس يضطرك توخر عنه 4 متر عشان ما يروح له، او قدامه فرضا مويه او بقعه يضطرك تروح من جهه ثانيه عشان تغير محلك. كيف كانوا يقدمون على فيل في القادسيه؟ كيف يقدمون على جمل مبرقع في الجاهليه وفي حروب في الحروب الاخرى؟ كيف يقدم على فارس من الفرسان الصليبيين؟ الحصان كله مغطى بالدروع والفارس مغطى بالدروع، وحصان يقدم عليه يصدم صدم. كيف تقدم على شخص جاهلي مع رمح وسيف بيطق حصانك فيه والحصان يقدم عليه؟ فإن كان الحصان يروغ بك عن السيارة 4-5 متر، وإذا راح تعدل نفسه، وش تتوقع بيسوي لو كان في الماضي؟ طبعا معنا من الماضي انتهى، ندخل نكون في وضعنا. لو ببساطة شلت الأدوات اللي عندك وركبت حصان عسيف، إذا كان حصانك الخاص إذا شاف سيارة وخر عنها 4 متر وانت راكب صدارة وبسرج ومهماز وعصا ولنشات قبل الشغل، معناته لو قلت لك فك السرج، فك الصدارة، فك المهماز، فك العصا واعسف عسيف،
حصانك اذا راغي يمشي لك بروغه ثم يمشي. العسيف ان استطاع يروغ بيلحقها بقمصه وتطيحها بتطيح. ان استطاع يتفلت بيلحقها بانطلاقه وقمصه بتطيح. ان استطاع يوقف يستغل الوقوف عليك بيلحقها بتشنيعه ويطيح عليك بتطيح. لكن اللي يصير لما اركب الحصان ومعي فزعات، انه ما يفزع لي في موضوع رقبه، عفوا موضوع التحريك والتوجيه، والصداره تفزع لي موضوع رقبه، والسرج يفزع لي موضوع الثبات، والعصات تفزع لي موضوع التاديب والتحريك وغيره، لن تنجح. صح، لكن لحد ما ساعدتك. نعم الحصان خرب وقاعد يسوء طبعه وقاعد يسوي اللي في باله، لكن لحد كبير انت ما تعاني حتى لو سوى مشكله طز، وبالعكس مبسوط لان بالنهايه السرج مثبتك. اذا كنت تركب بالادوات يعني السرج يساعدك على الثبات او المماز او العصا او الصداره اطلع منها، الكلام ليس موجه لك، بالنهايه انت فقط شكل سمنديقه فوق الحصان والادوات تساعدك على الحصان. انا اتكلم عن الشخص اللي يبغى يتحكم في الحصان بدون فزعات في وضع خطر. كل ما كان جمعك دقيق ليس اقل ليس اكثر كانت نتيجتك مبهرة كلا شعور بدون حتى ما تعاني في التحريك. كل ما كان جمعك زايد أو أقل استغل عليك. ما تستغل عليك يعني ببساطة ما عطاك اللي تبغاه، تقدر تسلك للناس اللي حولك، تقدر تسلك الناس في مقطع، لكن داخليا اللي كنت تبغاه ما عطاك إياه. تبغى تلف لف أسرع منك أو لف أبطأ منك، تبغى تهذب راغ غصب عنك، تبغى تهذب قمص غصب عنك، تبغى تهذب تفلت غصب عنك، تبغى ما يوقف وقف غصب عنك. فداخليا تقول ما سوى اللي يبغاه فيلعب بك أو يحوسك. كحصان عادي تمشي، بس لو كان عسيف لن يمر الموضوع مرور الكرام. عقب ما ينجح في فعل الشيء اللي كان ناوي يسويه بيلحقها بشيء خطير عليك وعليه. ففي الماضي لا يمكن يركبون بطريقتك لما يموتون في المعركة، ركبوا بطريقتك كانت ركوب خاطئ. وفي الوقت الحالي إذا كان الشخص بيطبق طريقتك، إذا كان طبعا أتكلم بشكل عام يعني ما أتكلم عنك، أتكلم بشكل عام، إذا كان الشخص بيطبق الركوب الخاطئ في وضع خطير زي العسف بدون سرج بدون مماز بدون نشاط قبل الشغل بدون صدارة بدون ما خيل تساعدك وغيره، ببساطة بيتكسر الشخص. أما إذا كنت تركب واعتمادك على السرج في الثبات واعتمادك على العصب التحريك والضرب والجلد واعتمادك على المهمات في التوجيه وغيره، نعم الحصان بيحوسك طبعا، بالنهاية الحصان غالبك، بالنهاية أنت خسران وهو اللي فايز. الاستحواذ خلينا نقول عند الحصان 99% من الاستحواذ عنده، الشوتات على المرمى عنده هو أكثر، الركنيات عنده هو أكثر، البلنتيات عنده هو أكثر، الفاولات عنده هو أكثر، بس بالنهاية عادي لأن ببساطة في سرج يثبتني مش حالك. أقرب ما له عندك سكرتير وثلاث أرباع الأشياء اللي تجيك هو يعني يتصرف فيها، ما يدخلها عليك أو يوقعها من نفسه أو ما تمرك. لو صادف أن السكرتير ذا ما داوم أو أفصلته إلى آخره، كل الأوراق اللي بتجيك تتفاجأ توقع أنها أوراق جديدة ولا واحدة منها جديدة، بس كان يمنعها من الدخول عندك الآن دخلت. في الحالة هذه السكرتير هو السرج والأدوات الأخرى. طبعا الركوب بأدوات بشكل صحيح ما له دخل في اللي تكلمنا، نتكلم عن الركوب بأدوات بشكل خاطئ. لكن حتى يركبون بأدوات بشكل صحيح أيضا ما ينطبق عليهم الكلام، بالنهاية الأدوات ساعدتك لا شك أن ركوبه صحيح وخيال، بس الأدوات ساعدتك فما ينطبق عليها الكلام. فإن كنت تركب الأدوات الموضوع ما يشملك أو ما ينطبق عليك في الحالة هذه، يعني ببساطة نقاشنا مع الأدوات ليس معك أنت، شكل فقط فوق الحصان والفعل كله تم عن طريق الأدوات، فنتفاهم مع الأدوات وليس مع الصمنديق اللي ركب الحصان.